الجميلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة ما بها حيلة دارنا اللي فالشاهين شاهين 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 الله حي المحنك حي المحنك تهنئة لحمد بن علي بن سلام الهاجري داعم هذا الشعار راعي خطة يفوز بالخنجر عبد الله بن علي بن سلامة تستاهل فوز شاهين بالخنجر الحقائق القعدان الشوط مفتوح تستاهل الطيب الحمد لله على التوفيق أبو علي وش سلالة شاهين أبو شاهين يام أمه العليا من إنتاج ممدوحة طلعت الضيوفي شعار بن سلامة إذا حضر في أشواط الرموز دائما الخبراء والملاك الهجين يعرفون ان هذا الشعار ما حضر مجرد مشاركه، حضر المنافسه ويكون رقم صعب في اشواط الرموز. الحمد لله احنا ندخل نوعيه طيبه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الليله هذا المشهد ذكرنا بخطه اللي اخذت الرمز في العام الماضي. الحمد لله الحمد لله نطايه طيبه وهي اللي ودتنا خلتنا نحطها في الرموز. النوعيات الطيبه اللي توديك الرموز. نعم وش مشاركات شاهين وسلالته؟ شاهين طال عمرك ابو شاهين يوم. أمه العليا مثل ما قلت لك من تاج ممدوح عطى الله ضيوفي اللي ندي نعم منتج ومبيع عليها بكره ب 3 مليون راعيه ممدوح عطى الله ضيوفي نهديه الناموس هذا شاهين طال عمرك سابق المحل السادس ومنفرد اداءه طيب وهو اللي اهلنا نوديه شوط الرمز وشوط الرمز كيف شفته الليله وكيف حضرت لي والله شوط قوي الحمد لله على التوفيق عبد الله بن علي بن سلامه المحنك اللي ادار الشوط المفتوح الليله بحنكته المعروفه ايش توعد جماهيرك في المستقبل والله ان شاء الله توفرت النوعيه الطيبه ان شاء الله متعينا في اشواط الرمز الله يوفقك وبيض الله وجهك وشكرا جزيلا لك قبل ما نختم معك الفوز والناموس لمن تهدي؟ اهديه للوالد علي بن حمد بن سلامه ولاخواني كافه الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين انت ضمن ان الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء